في الأيام الأخيرة من عام 2023 كان في أحداث كتير جدا سياسية وثقافية وعالمية، كان فيها الشرق الأوسط في بؤرة الاهتمام في وسائل الإعلام العالمية. عشان كده لينا بشكل يومي قراءة في حصاد العام وأهم الأخبار خلال الأيام الأخيرة، والدور كمان اللي بتلعبه مصر لوقف العدوان على قطاع غزة. خلينا نروح مع حضراتكم في قراءة عما كتبته الصحف العالمية عن الدور المصري. معانا على التليفون الكاتب الصحفي طارق السلوطي، مدير تحرير صحيفة الأهرام. صباح الخير على حضرتك يا فندم. بعد التحية هنبدأ مع حضرتك من البي بي سي وتحت عنوان أحداث شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023، واللي بيرصد أبرز مشاهد الشرق الأوسط من أحداث خلال عام، وهو عام الحقيقة كان مليء بالأحداث. لو حضرتك تحدثنا عن التفاصيل يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أولا الإعلام الدولي اهتم كثيرا بالأحداث في الشرق الأوسط، وأبرز هذه الأحداث كانت الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، وأيضا ألقى الضوء بشكل كبير جدا على تطورات هذه الأحداث والبي بي سي وغيرها من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة، جاءت في سياق كيف تعاملت مع هذا الحدث وأبرزت بشكل كبير جدا الجهود المصرية منذ بداية الحدث حتى اللحظات الأخيرة التي نتحدث فيها الآن، سواء الطرح المصري أو الجهود التي بذلت من خلال قمة القاهرة للسلام التي قادها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاتصالات المكثفة مع كافة قادة دول العالم. أيضا أبرزت الوسائل الإعلام العالمية البي بي سي وسكاي نيوز عربية وسي إن إن وغيرها من هذه المواقع المشاهد العنف والقتل والتدمير الغير مسبوق الذي قادته الآلة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، محو كامل للمباني، تدمير شامل للبنية التحتية، قتل ممنهج للأطفال الفلسطينيين والكبار السن والسيدات وغيرهم. وسائل الإعلام العالمية رغم أن الإعلام الدولي في بداية الأحداث كان منحازا في الجانب الإسرائيلي، لأنه بدأ يدرك هذا الخطأ في بعض وسائل الإعلام وغير من توجهه وبدأ يرصد بشكل واضح حقيقة الأمور ويرى بشاعة الجرم الذي ارتكبته وترتكبه حتى الآن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي لا تتورع ولا تحترم قوانين دولية ولا موثيقة وغيرها. وسائل الإعلام الدولية أبرزت أيضا ما تقوم به مصر على معبر رفح وعلى الحدود مع قطاع غزة المحتل من جهود مكثفة في عمليات إيصال المساعدات، وما تقوم به مصر من عمليات ضبط النفس في التعامل مع هذا الموقف، لأن مصر طرف مباشر وأصيل في هذه القضية الفلسطينية بكل تأكيد يا أستاذ طارق. طيب لو رحنا مع حضرتك لسي إن إن واللي اتكلمت عن أبرز ما بحث عنه العالم على محرك البحث جوجل والحرب على قطاع غزة، إيه هي القائمة وإيه دلالات البحث عن الحرب عالمية؟ في واقع الأمر أن عمليات البحث عندما تشير إليها سي إن إن وهي القنوات الرائدة على مستوى العالم، وتؤكد أن محرك البحث تتصدره القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، هذا يدل بشكل واضح على أن هناك تحرك حقيقي في الضمير الإنساني العالمي، وتحرك واضح من على المستوى الشعبي، وبحث كبير من المواطن العالمي على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود مختلفة على المستوى الشعبي، وإن كانت الجهود الرسمية والدولية داخل المؤسسات الدولية المختلفة خذلت وبشكل كبير الإنسانية، وإنما هذا البحث الكبير سواء عن عدد الشهداء، عدد القتلى من الأطفال، كيفية تعامل الشعب الفلسطيني في غزة، وما يحدث من عمليات تجويع ومشاهد صادمة للعالم لم يعتد عليها من قبل، مشاهد الأطفال التي تبحث عن لقمة ده في أكوام من الحطام والركام، مشاهد الأطفال المشردة، مشاهد المستشفيات، كل هذا كان يأتي في نطاق محركات البحث المختلفة على جوجل وغيرها. كل هذا يشير وبشكل واضح إلى الاهتمام الدولي الكبير بهذا الحدث العالمي. نعم.
طيب خلينا نختم مع حضرتك وبتفاصيل مقترح مصري جديد لإنهاء الصراع في غزة. CNN تحدثت عن هذا المقترح يا فندم، لو تعرفنا على التفاصيل. أولا هذا المقترح أيضا جزء من الجهود المصرية الدبلوماسية الكبيرة التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الرئيس الصيني، مع قادة الدول الأوروبية، مع الملك الأردن، مع المملكة العربية السعودية، مع كافة الأطراف المختلفة. هذا الطرح المصري هامل للغاية لأنه يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية أيضا. مصر عندما طرحت هذا المقترح لم تطرحه من فراغ، مصر لديها رؤية واضحة وبلورة للأحداث التي تتم. مصر تطرح هذا المقترح على 3 مراحل، المرحلة الأولى هي وقف إطلاق النار لمدة 2 أسبوع، ثم قد تمتد إلى 3 أسابيع أو 4، يتم خلاله تبادل للأسرى من الجانبين، ثم مرحلة ثانية تشمل عملية حوار بين الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لكيفية إدارة القطاع وتأمين توصيل المساعدات وإعادة الإعمار. ثم المرحلة الثالثة والأخيرة هي تشمل عملية وقف شامل لإطلاق النار ووضع بلورة شاملة للموقف الحالي بما يؤدي إلى حقن الدماء وإعادة الإعمار مرة أخرى في القطاع غزة المدمر. وبالتالي الاهتمام الإعلامي العالمي الدولي سواء من CNN أو غيرها بهذا المقترح يأتي في سياق التقدير العالمي للجهد المصري في هذه القضية. شكرا لحضرتك يا فندم الكاتب الصحفي طارق السنوطي مدير تحرير صحيفة الأهرام، نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر.